السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ووعدت الممثلة والفنانة المغربية نزهة الركراكي جمهورها بإقامة حفل زفاف لابنها النجم سعد المجرد وزوجته غيتا بالمغرب، وهذه المرة بفتح الأبواب للأصدقاء ومحبي أسرة البشير عبدو الفنية دون اتخاذ بروتوكولات التي اعتمدها في عرس باريس. وعبرت الفنانة نزهة الركراكي عن مدى افتخارها باختيار سعد المجرد للعروس، مشيرة إلى متمنياتها بشكل دائم لأن يجمع النصيب والقدر بين غيتا وابنها، نظرا لانتمائها لعائلة عريقة وحسن سيرتها وأخلاقها وتشبثها بمساندة سعد في جميع ظروفه، مشيرة إلى أن ابنها سعد المجرد الآن بين أيادي أمينة. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.